بارطاجيها عندها علاقه بالفوركس، وهي اللي خلتني ندوي على الفوركس مؤخرا، وخوقت مدون على الفوركس فهمتي. كاين شي اشخاص ديما كتجيو من الحساسيه، ماشي شخص واحد، بزاف هما، لانهم فهمتي هما كيوهموا عباد الله بالفوركس. علما ان ملي دويت على الفوركس وقلت ها كيفاش درت اكثر من 500 مليون من الفوركس، دويت على راسي ما جبت حتى واحد. قلت ها الفوركس ها اش كيسوى، ها كيفاش درت الفلوس من الفوركس، وقلت الا بغيتي دير الفلوس من الفوركس ها كيفاش غادي ديرهم. وهذا الموضوع هذا واللي خلاني ندوي على الفوركس مؤخرا هو واحد القصه بدات شي 4 شهور 5 شهور هكاك. بدات واحد القصه، واحد السيد اللي جا عندي، وفهمتوا وانا عندي واحد الناس ديما كيبقاو فيا هما الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، وغادي ندوي على القصه كامله من ا تشيلزيد بالاجي. كان جا عندي هذا الاخ هذا او شي حاجه فيك بليزير، والناس ذوي الاحتياجات الخاصه وما يسمى بالمعاقين، بالعكس شي حاجه زوينه تعجبوني بزاف، والفرص عندهم قليله في الحياه، وبالعكس يا ريت تلقى شي حاجه باش تعاونهم. وقال لي يا خويا السيمو انا كنحلم نولي تريدر كبير ونولي فهمتي تريدر. انا كنت يبان ليا فهمتي ان بغيتي تولي في شي حاجه كبير خاصك تمشي عند الناس الكبار وتعلم من عند الناس الكبار، ما يمكنش تمشي تسمع لواحد ما دارهاش يقول لك كيفاش دارها، ما يمكنش فهمتي. كاين مصطفى بالخياط، كاين تامي قباش، كاين الناس فهمتي، كاين الناس حتى هما ما باينينش في التريدينغ، يعني بحال جا شي شخص كيدوي لك على كيفاش تقد واحد ال 1 مليون دولار كومباني، واحد الشركه اللي كتدخل تدير واحد الرقم ديال المعاملات كيفوت المليار في العام، وهو ما دايرهاش، ديرها بعدين حتى الاول. وديك الساعه ملي ديرها اجي قولها لنا. هادشي انا باش كنامن في الحياه اون جينيرال، باش السيد هذا تبارك الله دوز عامين، تصور عامين، ماشي شي واحد يعني اللي مبتدئ، هاد السيد هذا دوز عامين هو كيتريدي في الديمو، يعني تيتريدي يوميا في الديمو، والنتائج ديالو رائعه بزاف. وانا قلت هاد السيد هذا بما انه رائع بزاف نزيد ليه واحد التحدي. الدري اللي فاهم شنو هو التحليل الفني ماشي جاي ملاوح، الدري اللي فاهم الريسك مانجمنت فاهم انه فهمتي ما خاصوش يريسك اكثر من 1%، يعني خدينا واحد السيد فاهم هذا الشيء، خدينا واحد السيد فاهم وعنده عامين ديال الاكسبيريونس، وزدت عطيتو واحد التحدي اخر باش نعرفوا. انا عارف شنو طاري في الباك جراوند، ما باغاش نقول شنو طاري في الباك جراوند، كنت قلتو في داك اللايف عارف شنو طاري في الباك جراوند. قلت ليها انت اختار شي شركه اللي كتبان لك انت محترمه نحطوا فيها الفلوس من بعد، حل فيها ديمو اكونت، حل فيها واحد ديمو، وبقى تريدي لمده 3 شهور. قلت ليها انت تريدي لمده 3 شهور ها الرولز ديالي، غادي تحاول ما تجيبش شي حاجه كبيره، خلي التارجت ديالك هو 10% في الشهر، حاول تجيب هي 10% في الشهر بركه، وحاول ما في كل تريد ما عمر تفوت 1% الخساره. تبارك الله نجح في ليسيل الاولاني ومشى مزيان اللي هو الديمو، كان كيتريدي في الديمو. كما كنقول الواقع راه ماشي هو الفيرتوال، الفيرتوال حاجه والواقع حاجه. دوز 3 شهور ريسبكت هذاك الشيء، النتائج ديالو كانت رائعه وكان الدري امبيكابل. من وراه قلت ليها اجي شحال خصك ديال الفلوس، خصك مليون جوج؟ قال لي خاي سيمو ما كرهتش نطلبك، خصني 15 مليون، عافاك ممكن تحط ليا 15 مليون في شي تريدين كومباني، وهذا الشيء كامل غادي نشارك لي رولوفي بونكير والوراق وكل شيء اللي طرا بلا ديتاي. رغم ان عارف انا شنو طاري وعارف شنو كيطرى على حقاش، بزاف ديال الدراري صحابي اللي كان بدا ب 10000 دولار والدار ب 100000 دولار وخسر كلشي. كاين عندي دري صاحبي بدا ب 100000 دولار ديال واحد الخليجي وردا 900000 دولار وفي الاخر مشى ليه كلشي. از هاي ريسك، قلت ماشي مشكل، التجربه هذه تستاهل 15 مليون از فاكين نوتينغ بالنسبه ليا. والدراري هذا نتمنى في الفيوتشر نشوفوا شي حاجه، وسيميو يقتنع باللي هذا الفوركس، الفوركس كاين تريدينغ وكاين هذا الشيت ديال السي اف جي كيتسمى، وكاع دوك الشركات اللي كيروجوا لهم الاخوان عموما باش ياخذوا واحد الكوميسيون اللي انا كنت كنخدم حتى انا ندوي على راسي، كنت كنخدم مع بزاف ديال الشركات الفوركس وكناخذ دي كوميسيون. الشركات كاملين سي اف جي، انت مقمر ضد البروكر، كاع الشركات اللي تيتروجوا حاليا سي اف جي. واخا يقول لك حنا او سي ان وماشي سي اف جي وكذا، خاصك تدخل تقرا ديك الكونطرا اللي تيعطوك بالديتاي ديال الديتاي، على حقيقه اش يقول لك راه هذاك البعض ديال الصفقات اللي ما كتكونش مهيجيه للناس اللي بايعه ضد الناس اللي شاريه اللي كنخرجوها للماركت. المهم رجعوا للموضوع ديالنا، حطينا 15000 دولار عاديه، حطينا 15000 دولار. الشخص نفس الشخص بدا التريدينغ، الشخص اللي عنده عامين زيد عليها 3 شهور قول عامين ونص ديال الاكسبيريونس، واعر تبارك الله وكيحترم الرولز، يعني تبارك الله دابا كدوي على واحد الشخص حسن من 99.99% ديال الناس اللي غادي يمشيو يقول لك بغيت تريد الفوركس، اللي دوز عامين في الديمو وكان واعر، واللي دوز 3 شهور اخرى في الديمو وكان واعر، وغادي نحطوه في الريال غادي يخسر كلشي. وهذا الشيء هو اللي خلاني نجيب الموضوع تاع الفوركس مؤخرا ملي كنت في اللايف، والاخوان بداو تيسولوا على الفوركس الفوركس الفوركس. انا استرجعت هذه الاكسبيريونس هذه، وقبل منها اكسبيريونس اخرى فهمتي، اكسبيريونس ديال الدري صاحبي تحطيت معاه فهمتي، عطيته عام قلت ليه عام والله حتى نعمرك مليون. هذا الصديق هذا ديالي كان تيضوب الفلوس كل شهر تيقول لي انا فاهم كدا، علاش تنقول والله اخاي ما غادي تكمل، راه از فوكين هاي ريسك. اش كتقول لي الناس راه الا كنتي كديري 10% تولي انت من اغنى الناس في العالم، كيفاش كتضوب الفلوس كل شهر؟ في الاخر خسر كلشي.
وهاني كندوي على 10% في الشهر. الناس اللي كتروج للفوركس ومني انا ملي كنت كنروج وندوي على راسي كنت كتروجوا بان ممكن تحول 1000 دولار لمليون دولار. كلشي كيحلم داك الرقم المليون دولار، كتوهم عباد الله انه ما يجي يديروا الفلوس. ما ساهلاش، ما يمكنش، ماشي ما ساهل، ما يمكنش. ومساكن الدراري دراوش، اللي عنده 2000 درهم، اللي عنده 3000 درهم، اللي عنده 4000 درهم. وفي المغرب الناس صعيبه والحاله صعيبه فهمتي، وفي الاخر تتمشي لهم فلوسهم. لان فهمتي واحد الناس تروج لك راه ممكن تحول 1000 دولار لمليون دولار وتعيش حتى السعاده. عندي واحد الدري صاحبي خدام في شركه ديال الهواوي، كان خدام في الهواوي كما كنسميوها هي، راه ماشي سميتها الهواوي ولكن حنا في المغرب كنسميوها الهواوي. الدري هذا ولد خميسات، خدام في كازا، كان خدام في شركه ديال الهواوي. الشركه ديال الهواوي وجات تعويضات الموظفين ديالها باش تخلى هاد السيد هذا. خدا واحد التعويض ديال 12 مليون لان الشركه بغات تخلى على بعض الموظفين، تنقص عدد الموظفين ديالها. خدا واحد التعويض ديال 12 مليون، جا 16 معايا قال لي خاي سيمو 12 مليون انا ونحطها في الفوركس وانا ونحطها في هاد الشركه هادي اللي كنظل نشوف الاعلان ديالها في الانترنت ونتوكل على الله. المهم هاد السيد هذا كما تتغرر بزاف الناس وتوهموا بزاف الناس، غادي تمشي له 12 مليون ديالو وغادي يوصل للسبيطار وتوصل لواحد الحاله كارثيه، واحد الحاله نفسيه. الاخوان راه الناس اللي تطرى لهم هاد الشيء راه ما كيطلعوش يدويو، راه ما كيدويوش. مسكين شحال من واحد تم التغرير به ووهموه باللي راه كاين الربح، هو راه ما كاين لا ربح لا راس المال. راس المال ديالك غادي يديوه لك. انا الحمد لله ما عمري روجت العروض ديال الفوركس في الدول العربيه، ما خدمت في السبي، ما خليت حتى دوله الا الدول العربيه كنت قايله. خصوصا الفيديوهات ديالي ما عمرها غادي نديرهم باللغه العربيه، تنديرهم بالدارجه. علاش؟ لان هذيك الرقعه ديال المغرب، ديك البقعه ديال الارض، باغيين حنا الفلوس تدخل ليها، ما باغيهاش الفلوس تخرج منا. الفوركس هاد السنوات كامله كان هي كيخرج من البلاد، راه ما تيدخلش. لا عفوا كيدخل، ولكن كيخرج اكثر ما كيدخل، وكيدخل للناس اللي كتروج العروض ديال الفوركس ديال هاد الشركه هادي، اجي تشلو فيها، اجي ديروا كذا. هادو هما الناس اللي ربحوا من الفوركس. اما الناس كاملين اللي دخلوا الفوركس 99.99 خسروا. وانا كندوي على الفوركس بيان سور، شي ناس غادي يجيو يدوي عليا كي ديما. هي كتنمشى هذا الموضوع هذا، كاينوا واحد ثلاثه ديال المغاربه فهمتي، لانهم هما اللي تقبلوا المغرب من الاخر وخرجوا بزاف ديال الفلوس لواحد الدول اللي ما تستاهلش دوك الفلوس. من بعد غادي نشارك كلشي، غادي نشارك هاد 15 مليون. ما بقاش هاد القصه هادي هي روايه ما عندها حتى شي دليل. 15 ديال المليون ديالي دعمت بها السيد اللي كيتريدي عامين و 3 شهور، حسبها عامين ونص تبارك الله. وماشي شي سيد غشيم كما قلت، السيد اللي قاري التحليل الفني وعاد بدا تيتريدي وعنده اكونت ديال عامين هو كيتريدي، عامين عنده اكونت ديمو عامين. وغادي نشارك 3 شهور الاخرانيه اللي تريداها. وبيان سور ملي تتلقى واحد بحال هكا وما قدرش يزت تراسو، علاش غادي نشاركوا هذا البيزنس موديل؟ علاش غادي نشاركوا معايا عباد الله؟ راه سيميون شاركوا معاهم فايفر، شاركنا فايفر معنا سي كنقول ليه هكا فايفر، سير دير فايفر، سير دير ادسنس، تقول ليه شي حاجه حتى لا خسر غادي يخسر شويه، ولا ما هادشي يخسر والربح كاين عالي. لا صيفطنا 100 الناس غادي ينجحوا من الاقل منهم، غادي ينجحوا واحد 10 100 الناس ديال سيريو ديال العقل تنجح منها 10، ولا كانوا سيريو غتنجح منهم 60 قسما بالله. كاين سيده ممرضه لا علاقه بالدومين ديال الانترنت، شفتني هي كندوي على فايفر ومشات حلات كونت فايفر وبدات كترجم مقالات لعباد الله، ولات دايره خديمه، ولات خدامه الترجمه تمايا، ولات كتجيب مليون مليون ونص ديالها. وباش ما نبقاوش نغلطوا عباد الله، كنبارطاجيو شي حاجه مفيده، لان فايفر شركه اسرائيليه واني بارطاجيتها وبارطاجيت السميه ديالها لانها كتبقى مفيده. هي واحد البلاتفورم في الوسط، هاد الناس محتاجين خدمه وهادو مستعدين يخدموها، وهذا كيخلص هذا والمغربي رابح. زيدوش عاوتاني نكبروا الصوره ديال ديك الدوله، لان فهمتي كتسمعني يكون اسرائيليه كلا تجيب لك كليك بانك اسرائيليه، هادشي كامل كذوب. نيكون كانت قبل ما تكون اسرائيل ونيكون راه مقدها دوله محترمه فهمتي يعني. وبالتالي نرجعوا للسطر عاوتاني ونكملوا الهضره ديال مؤخرا. في شهر 10 كنت في المغرب وجا واحد الاخ اللي هو المدير ديال واحد الشركه اللي هو اسرائيلي، اللي هو فهمتي كاين الناس اللي تيحاولوا يلمعوا عليه الصوره عرب 40 لا راه عربي. المهم هذا الاخ هذا اسرائيلي من الاخر، عنده جواز اسرائيلي. المهم هذا الاخ هذا جالس انا في لوطيل مع عليا ما بيا الله، داخل مع اللوبي اجي تمشى واحد الشخص قصدني السلام صافا بخير ما عرفتينيش، لا ما عرفتكش انا، راه هو الشخص اللي مع فلان فرتلان وكانوا طراو شي مشاكل. المهم داكشي ماشي مشكل وكذا. قال لي احنا بغيناك تخدم معنا من الاخر، وراه حلينا شركه جديده في دوله اللي هي جديده ودوله اللي عندها سمعه وكذا، وراه عندنا واحد الميزانيه ديال الاعلانات ما غاديش نقولها بزاف الهضره تقالت ما نقدرش نقولها فهمتي، غادي نخلي داكشي حتى لا حتى جينا نجبدو عاوتاني. يلا غادي نسالي هضرتنا غادي نتفوت بحال هكا. غادي تجي عندي واحد السيده كتعرفني، قالت لي يا رد بالك هذاك خونا راه اللي كنت واقف معاه راه ماشي عربي. قلت لها لا راني عارف ما تحتاجيش. قلت لي المهم راه رديت ليه البال من الصباح كان جالس بوحدو راه باينه كان كيتسناك، المهم رد بالك.
قلت لا لا لا، يكون يعني يكون يعني يا راه صاير راه يدوينا في شي موضوع وسميتو، راه بغاني في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمه الله. واش غادي نعاود نرجع نخدم في داك الشيت ديال الفوركس؟ نيفر. اصلا الا رجعت نخدم في الفوركس عاوتاني غير نمشي نخدم في الاندستري القديمه ديالي هي الديج. السيت ديال الشاط اللي كان عندي اللي هو شاطيب دوت يو اس بعتو صافي، تفكيت من اخر الاسهم عندي فيه، فهمتي؟ طيب تفكيت منه. الا رجعت نخدم في الفوركس غير نمشي نخدم في مشيت نخدم في الديتينغ، في السيتات تاع الزواج والعلاقات وداك الشيء. علاش لا؟ شحال تبنا ودخلنا سوق راسنا ورجعنا للطريق ومشينا ضربنا عمره، ويا ربي تسيليكسيون يجي فينا الحج نمشيو نضربوا شي حجه، وغادي نعاودوا نرجعوا عاد نخدموا عاوتاني في الفوركس. الصاد راه واخا تغويني بشحال ما ديال الفلوس، والوفر فاش كان كيدوي معايا داك خونا ماشي اوفر ساهل، والميزانيه اللي حاطين ديال الاشهار اكثر من تعيا ما تخيل. دابا انت كمغربي الميزانيه اللي تخيل ديال الاشهار ما جيش تخيل الميزانيه اللي حاطين ديال الاشهار، وكيقول لي بغيناك معانا. ما جيش ندوي على باقي الديتيلز اللي داروا في ديك الكونفرساسيون حتى اللي احتاجينا نجبدو، اللي احتاجينا غادي نعاود نجبد بزاف ديال الحوايج اللي ما باغيش نجبدو، ولكن الله اضطرينا نجبدو. ما بزاف كاين ما يتجبد، فهمتي؟ كاين بزاف ما يتجبد. بزاف ديال الناس كدوي على الفوركس كينقزوا. انا دندوي على الفوركس، انا دويت على الفوركس، انا دويت على راسي، قلت عباد الله انا كيفاش درت الفلوس من الفوركس بلا ما تضيع وقتكم بلا ما يجيو لكم فلوسكم. انا ما جبدتكش، علاش انت باغي تجبدني؟ باغي تجبدني؟ باغي تجبدني؟ انا ما عندي حتى شي مشكل، جبدتي جبدني جبدني، انا غادي نكمل الهضره ديالي في الفوركس صافي. اوكي نرجعوا للسطر، هذا الموضوع هذا موجه. المهم عموما لاي واحد واحد ثلاثه المغاربه تجي معايا كنجبد الفوركس تك 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 تك، لان الا جينا نرجعوا للمسائل الشخصيه وانا ما عنديش مشكل، انا درت نبارطاجي حياتي كامله. انا كنقول انا كنت خدمت في الديتينغ، انا وعاود الله مقلت انا كنت خدمت في الفوركس، ولكن ما عمري ما روجت هاد العروض في الدول العربيه وما عمري بديت فلوس المغاربه. كنت مره واحده اللي بعت في حياتي، كنت بعت واحد الكورس وعباد الله اللي ما عجبتهاش رديت لها فلوسها وما عندي حتى شي مشكل، والحمد لله من جهه الفلوس ما مخصوصش بشكل نهائي مطلق، عندي باش نعيش انا وولادي ولاد ولادي وداك الشيء كامل بفضل الله سبحانه. ولكن بغينا نديرو شي منافسه وشي كلاشات، نديروها فشي حاجه اللي تفيد البلاد من الاخر، ماشي تخرج الفلوس من البلاد، نديروها فشي حاجه تفيد البلاد. مثلا بحال العيد الكبير ندخلوا نتكلاشاو، شوفوا انا شحال نصدق من خروف وانت شحال تصدق من خروف، ويدخلوا معنا في المنافسه الاخرين حتى هما. يا هذا غادي يكون كلاش زوين وغادي يزيد بالبلاد القدام وغادي يزيد بواحد النفع، فهمتي؟ اما داك الكلاش ديال نضربك تضربني نضربوهم يضربونا ماشي يدير حتى شي نفع. اللهم اجي نديروا شي كلاش زوين، الكلاش اللي تجي واحد المنفعه ديال البلاد في الاخر. كلاش ديال شحال من شركه عندك في المغرب، كلاش ديال شحال من موظف عندك في المغرب، كلاش ديال شحال كتخلص هاد الموظفين اللي عندك في المغرب، كلاش ديال شحال من بروجي خديتيه مع على برا وسوتريتيتيه في المغرب وشحال الفلوس دخلت كلاش ديال شحال ديال الشباب المعطلين ساهمتي باش يخدموا، كلاش شحال من ايفينمون درتي فابور من جيبك صرفتي وجبتي عباد الله يحضروا وفتيهم شي معلومه. هذا كلاش زوين وانا معاكم فيه حتى الاخر. نطاح هذا كلاش غادي نطحنوا فيه، وفي الاخر واخا يكون عندنا دي ديغا حنايا غادي تكون البلاد استفدت، غادي يكون عندنا دي ديغا الاخرين غادي يكون عندهم دي ديغا، ما غادي تكون البلاد استفدت، غادي نكونوا ديك المغرب ديك الدوله اللي سميتها المغرب استفدت. المهم هو غادي نديروا في الاخر شي حاجه على قبل البلاد، غادي نديروا شي حاجه مفيده للبلاد. وحتى لنضنا في الكلاش حنايا اربعه الناس وتبعنا الخامس وتبعونا 10 وتبعونا 20 وتحداونا 70، في الاخر كلشي كيفيد البلاد. صدقتي خروف كتفيد الناس. اوكي هادي دير لينا صدق 10 الخرفان، هذا دكو دار ليه 20، الاخر دكو دار ليه 50، الاخر خلاهم حتى داروا 50 هو يجي ويشقفهم كاملين دار 100. مزيان في الاخر يقدر يضحكوا على داك مول 10، ولكن في الاخر الناس تنفعات. لاني مؤخرا اي بين ديستراكتد واحد 2 دايز اغو، فهمتي؟ خرجت على الطريق، لان عادي مره مره الانسان لازم بقى انسان، ما كنبقاش انا شخص مالك، كنبقى انسان. اي بين ديستراكت فهمتي، ما عرفتش شنو هي ديستراكت باللغه العربيه. المهم خرجت على الطريق واضطريت نبقى نجاوب، وماشي من العدد ديالي نجاوب وماشي من العدد ديال هادشي ديال الكلاشات، ولكن مزيان نحاول ناخذ الكلاش على واحد الشيء زوين، واحد الكلاش اللي غادي يفيد البلاد، هاد الكلاش اللي غادي ينتفعوا منه عباد الله. اما الهضره غادي نبقى بلا 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 حتى واحد ما غادي يستافد في الاخر. المهم الاخوان اللي كنقول من الاخر هو بي كارف، فهمتي؟ راه الفوركس از فاكين هاي ريسك، شي حاجه اللي خطير، احتمال يمشيو لك فلوسك 99.99. ما باغيش نجبد لي كونطرا ديال الشركات الفوركس ونبقى نوري سميات الشركات الفوركس ونوريك فين بالضبط كتبين لك انديريكتلي باللي الا ربحتي راه كيخلصوك من جيبهم، ولا خسرتي راه كيديو لك فلوسك، فهمتي؟ كتبينها لك، لان الا ما كتبوهاش ممكن تتابعهم من بعد وممكن تتابعهم بواحد الغرامه ماليه كبيره.
هاد القضيه ديال هاد لوطيل وهاد خونا الاسرائيلي اللي كان ديبلاصا جا تل تمايا ما كنتش بغيت نقولها كاع، ولكن حتى هي جبدنا اضطرنا نجبدوها شويه من شويه من بزاف. كان هادشي في شهر 10 ودابا تقريبا شهر 2. في اطار مشاركه ما هو مفيد، واخا الهضره ماشي مخصهاش تقال، ما اجي نقولها لك، ما تكونش نعجه وما تكونش خروف. كاع الا حفات ليك ما تدخلش للفوركس، سير دخل عباد الله الا حفات ليك كاع سير دخل عباد الله للفوركس، هكا غادي دير الفلوس. ما تفهم لا في تحليل فني لا والو، ما تحتاج تفهم لا تحليل فني لا اداره المخاطره لا والو. كون غير جبايه لبس مزيان كدا كذب نصب من الاخر، وقول لهم اجي نوريكم كيفاش ديروا الفلوس، انا شحال درت، وزور حتى انت السكرين شوتس، زور حتى انت السكرين شوتس، قول لهم انا شحال ربحت، وحصلوك من بعد ويديروا عليك فيديوهات، وكذب على عباد الله ودخلهم بالجمله فهمتي، ودير لك شويه الاشهار فيسبوك ادز مابقاش كيقبل داكشي، دير لك شي شويه الاشهار في النيتيف ادز وانت غادي. اكو يقدر دير 100 200 مليون 500 مليون، وعندي دراري صحابي الى يومين هادو وانا كندير هاد الفيديوهات هادو اللي هما صحابي خدامين في الفوركس، ماشي خدامين زعما تيتريديو، خدامين كيدخلوا عباد الله للفوركس يوميا خدامين ديال، ولكن الانسان هو اللي كيدير راسو كيقلبش يدي عباد الله، ولكن هاد الدراري في الاخر دونك تولي كنحتارمهم كيديروهاش في المغرب كيديروها في الدول الاخرى، كيروجوا العروض ديال الفوركس وجي دير الفلوس وكيفاش تربح الملاير كيروجوها في دول اخرى ماشي في المغرب. المهم الدراري لاحظت الموضوع هذا عليه حساسيه، وغادي نبقاو نديروا ليه فهمتي، غادي نبقاو شادين فيه واحد شويه مزيان، خاصنا نبقى باقي نبقاو شادين فيه. وبليز هاد الفيديو تادو يتبارطاجاو، لان بزاف ديال المغاربه مساكين مشات لهم رزقهم، والمغاربه تيبقاو في الاخر دراوش. غنخليو راسنا كندوفو في موضوع الفوركس، يعني غادي ناخذ الفوركس وغادي نبقاو ندوفو في موضوع الفوركس، وهاد السي اف جي ذا فاكين سي اف جي باش كيدوا الفلوس لعباد الله، ودوك الشركات كاملين اللي تروجوا في المغرب راهم سي اف جي، وحتى لو سي ان حتى هما كيقرا الكونترات لقاهم سي اف جي في الاخر. حنا دابا واخدين الموضوع ديال الفوركس، غادي نبقاو جالسين في الموضوع ديال الفوركس، وغادي نبقاو غاديين في الموضوع ديال الفوركس، ما نحاولوش نشخصنوا الامور، وما نحاولوش نمشيو عند الاشخاص اللي تضطرينا، ماشي نحاولوا نبقاو نبينوا شحال ديال المرقى ضربوا على دار الدراري، وكيفاش نصبوا على الدراري دقاب. الله يظل الاخراني اللي دار هاد المشاكل كامله، انا كنت كندوى على راسي، ولكن الناس كتقرص. انا كنت كندوى على راسي، قلت ها كيفاش درت الفلوس من الفوركس، سيدي انا كنت كندوى على راسي، وقلت راه درت الفلوس، انك كتوهم عباد الله ان راه كاينه الفلوس في الفوركس. سيميون قول لهم ونشرح لهم باش ما طراش لهم وباش ما يتنصبش عليهم وباش ما يتضحكش عليهم. سيميون قول لهم، ولا غادي نبقاو متخبين على الموضوع وساكتين عليه، وبحال شي فيروس غادي وكينتشر وتيدكدك في عباد الله وحتى واحد ما راضي يدوي. وفي الاخر كيبقاو هاد الفيديوهات هادو بالدارجه المغربيه اللي ما كيفهموهمش الا المغاربه، لان انا الهدف ديالي هو ديك البقعات المغرب، سير اخويا روجهم في دول الخليج ولا اوروبا ولا الدول الاسيويه ولا دول امريكا اللاتينيه، الله ييسر لك اخويا الله يوفقك. هذيك البقعات المغرب خاص الفلوس يدخلوا ليها، لان الفلوس اللي دخلوا ليها غادي تحسن، ماشي خاص الفلوس يخرجوا منها، الناس خاصها الفلوس تدخل ليها ماشي الفلوس يخرجوا ليها. وهذا الشيء علاش داير هذا الهدف ديال هذا البيرسوناليتي ويب كامل اللي مكتوبه سميتها هنا، هذا الشيء علاش داير الفلوس اللي دخلوا للبلاد. كاين واحد خونا سميتو القزار، الا مشيتي شريتي من عنده اللحم بزاف وكانت الحاله ديال الناس مزيانه والناس شراو من عنده بكثره، غادي يمشي داك خونا غادي يوليو عنده الفلوس، غادي يقدر يقري ولدو في البريفي، والامور كامله تتحسن والدوله كامله غادي تتحسن انديريكتلي. لان الازمه اللي عندنا حاليا في البلاد هي ازمه ديال الفلوس، والخزينه غاده دايره هكا، وكلشي تيتسنى الدوله تصنع شي حاجه، وكلشي كيتسنى الدوله. ومن الشيء الاخر كاينين الناس من الويب الحمد لله كتدخل الفلوس، وبغينا هاد الناس يزيدوا، بغينا الفلوس تدخل. الا دخل هي 500 دولار حنا ما كندويش على الملايين والملاير، الا دخل واحد حاجه 500 دولار كتبقى بالدولار، ما جاباش بالدرهم. دخل هاد خونا اللي كيجيب 500 دولار خصنا نبوسوا ليه راسو ورجليه حتى هو معايا، لانه دخل الفلوس للبلاد بالدولار. هاد خونا اللي كيدخل 20 دولار و500 دولار و1000 دولار و2000 دولار، هاد الناس كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، ماشي بحال الناس اللي جالسه تمايا وكتخلص بالدرهم. بيان سور كيعاونوا في الاقتصاد ديال البلاد، لان تيكون كيقدموا واحد الخدمه، وهذا الشيء علاش حنا خدامين. الفلوس خصها تدخل للبلاد من الاخر، لان البلاد ما كاينش شي طريقه اخرى باش تحسن الا بهاد الطريقه هادي، ولا ما تحسناتش غادي يولي بحالي والاخرين تيخويو يمشي يعيش على برا، وحنا بغينا في الاخر نعيشوا في هذيك البلاد ديك البلاد. بالتالي خاص الفلوس اللي كتدخل لها تزيد. هذا الشيء علاش كنتصدعوا نديروا هاد الفيديوهات، كنوريو ناس اخرى ديال الويب، كنجيبوا ناس اخرين كنوريوهم، لان القضيه كتخدم بالايمان. الا وريتك العرمه وريتك الكثره وداروها، حتى انت غادي تبغي ديرها، وغادي يديروها 1000 و2000 و10000. ملي كنشد تليفوني وكنصور واحد ولد 21 عام تبارك الله دار طوموبيل ديال كابوطابل ودار دار وحياته مزيانه، ماشي باش نتصور عليك، لان ممكن ما ندير والو ما نتصور عليك وغادي تبقى كيما انت،
ولكن كنأثر عليك صحة. كاين دراسات علمية كيتبتو بلي داكشي اللي كتشوف يوميا وداكشي اللي كتسمع يوميا هو اللي كيأثر على حياتك. حيت داروا واحد التجربة ناخذوا بعض الإذاعات وبقاو كيدوزوا فيها يوميا واحد الميساج للعيالات ديال عندك راه ولادكم تيسرقوا لكم النشر من السطا، عندكم راه ولادكم كيسرقوا لكم النشر من اللي بعد واحد المدة ولاو الأمهات كيمشيو عند ولادهم تيقول لها يا عندك تسرق النشر من السطا. بعد واحد المدة ولات الأمهات كتشك في ولادها. شفتي التأثير ديال نفس الهضره نبقاو نعاودوها يوميا وداكشي اللي كتشوف يوميا شفتي فين كيأدي؟ وبالتالي غادي نحاولوا نصنعوا واحد الصوره مختلفه. حنا عينا وتقهرنا والبلاد راجعه للور السط راه عرفناهاش، ولكن شنو بقى نعاودوا لك ونقولوا لك واش زعما غادي نزيدوا للقدام؟ الا قلنا هاد الهضره راه ماشي نزيدوا للقدام، راه سي ميو التصويره ديال ولد 21 عام، ولد 21 عام ولد 22 عام والدراري اللي كيبانوا معايا جماعه. علاش غادي نتصور عليك بالجماعه؟ غادي نجي نتصور عليك انا بوحدي؟ علاش غادي نجيب معايا الجماعه ونوريك الدراري؟ واه ما تبارك الله الشباب المغربي محرك. علاه نجي نتصور عليك انا بوحدي؟ انا باقي نتصور الصاد. علاش الصاد في اطار التصاور كتكون الانانيه؟ علاش غادي نوريك الاخر ضرب حديد احسن مني؟ علاش نبقى نقول لك هذا رانجا، هذا بي ام، هذا مرسيدس، هذا كذا؟ غنتصور انا الحديده ديالو نبقى نبارطاجيها ونتصور عليك الصاد. نعاود الحاجه كنعاود كنعاودها وكنعاودها وكنعاودها، كنبغي نغسل لك الفكره هنايا لداخل. وملي تشوف بزاف ديال المغاربه داروها بلا ما تحس غادي تبغي حتى انت ديرها، واحد النار بزز منك غادي تتحرك، واحد النار تبقى تحرك 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 وغادي ديرها. هاي برو، وكما قلت انا راني واجد الكلاشات، شي كلاشات زوينين فهمتي، بالعكس يعجبوني، ربحت تهزمت ماشي مشكل، واخا تيبان لي الاحتمال اني نربح احتمال كبير بزاف، سيرتو قدام هاد خوتنا ديال البلا بلا هادو احتمال الربح 99.9%. وبالعكس تقول ليش الثقه في النفس؟ بالعكس كنتمنى يهزموني، كنتمنى يشرشموني فهمتي. نمشي انا مثلا ندير 20 خروف، الاخر يجي يشرش مني ب 40، والاخر يجي يشرش مني ب 60، والاخر يجي يقرف دنا كاملين يدير 100، في الاخر تشرش منها كامل وكينفدنا البلاد. بيان سور ماشي انا اللي نهزم في المغرب، كاين ناس لاباس عليا وكاين ناس عندها الفلوس بزاف، ولكن دون تو لي كا هاد الكلاش غادي يكون زوين، غادي يكون عنده النفع للبلاد. جال انا عندي 26 موطاف، هاي انا عندي 80 موطاف، اسكت ريح حتى يكون كنت 26 بحال كاع مندوي. وتولي المنافسة على شكون اللي كيخدم الناس بزاف وشكون اللي كينفع الاقتصاد بزاف، وتولي المنافسة ديال انت كشخصية مؤثرة في الويب ولا غير مؤثرة في الويب تمشي عند شي حالة ديال شي سيد عيان وتعاونوا بواحد 10,000 ولا 20,000 درهم ولا 30,000 درهم، وتكلاشي ديال الاخرين وكلاشيهم ليا ومحنهم ليا وكلاشيني تانا تقبني. ديك الساعة ديك الساعة قول لي فين الراجل، انا جيت انا حطيت 30,000 درهم فين كنت؟ بان بان هنا يعني كنتسناك ونجي ديك الساعة تانا. وديك الساعة تكون المنافسة ماشي في الهضرة خاوي، غادي نتسنى شي كلاش بحال هكا غادي يعجبني، بالعكس غادي يعجبوني كلاشات بحال هكا. والله بالتمنيت شي كلاش من الشخصيات ديال الويب ماشي تعاون ماشي حاله، كاين بزاف الحالات المأساوية في ديك البلاد خصوصا ملي كنت ما في شهر 4. ودير لي شي فيديو ديالو فين الراجل، دير لي شي كلاش بحال هكا فين الراجل. انا جيت انا دزت هنايا عند هاد السيده اللي بانت في الويب بزاف وخليت لها 30,000 درهم هي وبانت حتى هي هنايا. ديك الساعه كل المنافسه زوينه، وديك الساعه كاين مستاهل علاش نجي، وديك الساعه حتى انا غادي نبغي نكلاشي ناس اخرين وغادي نكلاشي ناس اخرين، لان الكلاش في الاخر كيرجع بالمنفعه للمصلحه العامه. ديك الساعه ماش نسالي وكاع من الكلاش، ردوا العام كامل الكلاشات قبلوا حنايا لا صال والخدمه والكلاش، لا صال الخدمه والكلاش، وتبقى غدا كلاشات. يلا الاخوان 49 دابا 10 نمشيو نكونوا في البيرو، هادشي هي الميزه ديال تنوض مع 5 الصباح. مشيتي لا صال وجيتي وفطرتي وقريتي ودرتي دي فيديو طوال وباقي النهار.